الطريق لأي مشروع ناجح بيكون صعب ومليان تحديات، بس لو معاك الشركاء الصح بتبقى رحلة ما تتنسيش. إلي ده هابي إليفنت، وكان موضوع كيوت قوي وكبداية، بس هي دي كانت الفكرة، بس إن هو فكرة يو وانت تو سبريد ذا تشير. ممكن يبقى في أسد، يبقى في بغبغان، يبقى في جمل. موقع ده ماركت بليس للبيلدينج ماتيريالز. بيتي عطلت تمام كذا مرة، بس الحمد لله بعد ما عملنا ميداي. الناس تتريق عليك، الناس تقول لك يا ابني روح انت راجل مهندس روح اشتغل، مش هيهم مالك ومال الجمعيات، الحوارات دي كلها. وممكن يبقى بهزار له اه يا بتوع القلل وكذا، بس نكمل في القلل يعني. بس منت بايجي بانك ده كان البروجكت او الفورميولا المظبوطه. زي ما شفتوا الرحله بتاعت كل مشروع كانت مختلفه وصعبه، بس عشان اختاروا الشركاء الصح كان الطريق سهل ولذيذ، وتعلموا منه حاجات كتيرة جدا. احنا سعداء اننا شركاء في نجاح مشاريع زي دي. فكر، احلم، نفذ، ومنت انكوبيتر معاك. منت، حلول سهلة وذكية للشباب.